السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا، قناة أتات الثقة، قناة كل العائلة. اليوم خياتي حبيت نقترح عليكم وصفة تقليدية عاصمية من الزمن الجميل، وصفة القاضي وجماعته. واش رانا رايحين نسحقوا في هذه الوصفة؟ نسحقوا هنايا مرسوات تاع الدجاج. الوصفة الأصلية تكون بالمرسو تاع اللحم. أنا راني رايحة نستعمل الدجاج، وانتوما إلا حبيتوا ديروا بالوصفة الأصلية ديروا اللحم، ديروا اللحم. جماعة القاضي هي حبيبات تاع ولاد الدجاج، قاصدين بالقاضي القطعة تاع اللحم، وجمعتو هما حبيبات تاع ولاد الدجاج. عندي هنايا طماطيش مصبرة مغرفة، عندي حميصة، عندي بصل حبة صغيرة مسكرفجة، سنينة تاع الثوم حوالي هكذاك 3 فصوص مسكرفجين، عندي سمن اللي لازم يكون في الطاجين تاعنا مع شوية تاع الزيت، وعندي تشكيلة تاع التوابل اللي هي ملح، فلفل كحل، وفلفل عكري. واللي يحب الماكلة الحارة أكيد راهو رايح يدير شوية حار. هادو هما برك توابل اللي نسحقوهم. في طنجرة نحط شوية تاع الزيت معاهم، شوية تاع السمن هكذا، نزيدو لهم مغرفة تاع السمن، نخلوهم يسخنوا. نحط لهم هنا المرسوات تاع الدجاج هكذا، نخلو الدجاج تاعنا ياخذ هذيك التقلية الخفيفة باش نديرو له هذاك البصل، باسكو لو كان نديرو البصل هو الاولاني راهو رايح يطلق هذاك الماء، والدجاج ما راهوش رايح يعطينا بنة القليان. في هذا الوقت نحط الثوم والحميصة. انا الحميصة تاعي هنا راهي طيبة نص طياب برك، راهي مغلية شوية، حبيت نزيد نديرها هكذا تتقلى مع هذا الدجاج باش تطلق البنة، وهي تاني تتشرب البنة تاع هذا الدجاج. نخلو هذا البصل والثوم يتقلاو مليح مليح باش يعطونا نتيجة مليحة هكذا، باش ما نخلوش برك هذاك الثوم تاعنا يتحرق. بعد ما تقلى لي هذاك البصل مليح مليح ودبال، نجوز نحط لي زيبيس تاوعي كيما قلت لكم اللي هما ملح، فلفل عكري، وفلفل كحل. نزيد نقليهم بطبع حتى يتشربوا كامل هاد لي زيبيس. هنا نزيد طماطيش مصبرة مغرفة، تقدروا تستعملوا نص ولا اكثر، هذه حسب الرغبة تاعكم. حتى الطماطيش مليح كي تتقلى راهي رايحة تمد بنة بزاف بنينة للطاجين تاعنا هكذا. بعد ما تقلى الطاجين تاعنا مليح دوكا نجوز نمرقها، نكثروا لهاش الماء باسكو على بالكم الحميصة ديجا راهي طيبة نص طياب، والدجاج ما عندوش ما ياخذش وقت طويل في الطياب هكذا. نخلو له غير شويه مريقه، نغطيو عليه ونخلوه يطيب. كي يطيب لنا هذاك الدجاج تاعنا رانا رايحين نجوز نكسروا هاد حبيبات تاع ولاد الدجاج من الفوق. انا هنا عندي هاد المقله اللي راني رايحه نحطها فوق الطابله، نحكم هذاك الدجاج وشويه تاع المرقه نحطهم هنا في المقله تاعي باش نكسر لهم حبيبات ولاد الدجاج. في هذا الوقت نبدا نكسر الحبيبات تاع البيض تاعي هكذايا، نخلوهم صحاح. الحبيبات تاع البيضه ما رايحين يكونوا بس افراد العائله، ونخلو هذيك المريقه تنشف. علاش قلت لكم لازم نعرفوا الكميه تاع المرقه اللي نخلوها، ما نخلوش كميه كبيره هكذايا. انا نخلي هاد الحبيبات تاع البيض ينشفوا مع المرقه تاعهم، من بعد نشوفوهم واجدين في طبق التقديم. الطاجين تاعنا راهو واجد، هاوليك الشكل تاعو النهائي، شوفوا كيفاش يجي حمر ويجي ميدوم، يجي من اروع ما يكون. وصفه بزاف بزاف بنينه، اللي ما يعرفهاش نتمنى انه يجربها، وان شاء الله راهي رايحه تعجبو هذه الوصفه التقليديه. كما قلت لكم هذا هو طاجين القاضي وجمعته، رافقته مع شريبة فريك، حبيبات تاع البوراك، سلطه ومخبوزات. ربي يدومها نعمه ويحفظها من الزوال. هذه هي الطاوله تاعي اللي اقترحتها على الاخوات تاعي، ان شاء الله كما نقولوا نقول لكم صحه فطوركم وصحه سهرتكم، ان شاء الله يكونوا عجبوكم اطباقنا تاع نهار اليوم. دوكاتي كان معليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم، تهلاو في صحتكم، وتبقاو على خير يا وجوه الخير.